جزاكم الله خيرا. البعض من الناس يسمي الأولاد والبنات ويأخذ هذه الأسماء من بعض الآيات القرآنية، فهل هذا جائز؟ لا مانع من ذلك، كان يسمي أفنان أو بيان أو إيمان أو ما أشبه ذلك، لا مانع من ذلك، لأن الأصل الجواز، ومن ادعى المنع في شيء من ذلك فعليه الدليل. نعم.